احنا ما نبي نسوي شيء صار الناس تنتقد الجديد عشان لا يقتحمهم، لكنه هو جديد. احنا جايين عندنا شيء لما نقدمه، لكن اللي تفاجأنا وطبعا هذا يفرح ان المتوقع يبون شيء عظيم واكبر وموجود. في شيء جاي جديد ان شاء الله باذن الله يا رب، يعني نكون احنا من نصيب هذا الشيء العملاق العظيم، انه يعني نطلع مع هذا السلم العالي ان شاء الله. اول شيء احنا نلتقي بزملائنا الممثلين والكتاب والمنتجين، لازم نكون موجودين لانه احنا مسؤولين ان يعني دائما نكون مع الهيئه، دائما نكون نقدم الافضل. والله جاك العلم، طبعا هو جاك العلم عمل يعني الحمد لله وشكر نجاحه كان مبهر، واحنا ما تفاجأنا لانه صراحة يعني المشرف العام الأستاذ خلف الحربي كان شايف هذا النجاح وشايف كيف رايح وين رايح. ان شاء الله مثل هذه الاعمال اللي هي صراحة تسعدنا لانها يعني دائما تتعامل مع العائلة يعني كاملة، يعني احنا مطلوب من عندنا نعمل شيء جديد، يعني احنا ما نبي نسوي شيء صار او نعيد اللي سويناه. هذا هو التلفزيون، يعني هي طبعا هو كفكرة فكرة عالمية موجودة، صارت قبلها في أكثر من عمل أمريكي عمل مصري. الناس تنتقد الجديد عشان لا يقتحمهم، لكنه هو جديد، يعني هو حالات أنه جديد مثل ما قلت جديد وجميل، وإن شاء الله يا رب الله يوفق يعني الشباب بمثل هذه الأعمال وأشياء جديدة، وطلعنا منها بأفكار جديدة